اليوم انا هوني باش نبريزونتي المشروع نتاعنا اللي هو سيت دو فونت اون ليني اللي اسمه لو تيروار بربير. نخدموا فيه على بيعان المواد الفلاحيه الخضر والغلال واللحوم والاسماك، ونتعاملوا برينسيبالمون مع الفلاحه ديريكتومون اللي ناخذوا من عندهم المواد الغذائيه ونبيعوها ديريكتومون للكونسوماتور ونوصلوا للديار باسوام نعتبروها معتبرة وتسمح للفلاح باش ياخو هو أكثر ربح أكثر من اللي باش يتعدى على ليزانترميديير. اليوم احنا نخدمو عنا توا من جان في 2020 ووصلنا باش نعملو اون كليونتيل باهية، وصلنا باش نعملو دي شيفر دافير باهين، وماذا بينا نتعاملو أكثر مع ليزوبيا ومع ليزاسماسا وليجيديا باش نوصلو أكثر منتوجات نتاع فلاحية نتاع الفلاحة للمواطنين بأسعار معتبرة وكاليتي مخير خير من اللي باش يتعداو برشا ديزاين انترميديير وتضيع على مارج نتاع الفلاح في وسط هذاك الكل. بالنسبة للفلاحة ولا المنظمات يتصلوا بينا يبعثونا الكتالوج ليست نتاع لي برودوي نتاعهم ويشوفوا معناها نشوفوا القرب لنا احنا خاطر احنا انستالي في سيدي ثابت دونك يلزم عندنا لو مويان دو ترونسبور ساهل، واذا كان هما عندهم لا كاليتي ديسبونيبل نخدموا معاهم.